ויכול לו השמיים והארץ וכל צבאם. ויכול לו השמיים וכל צבאם, תעני, והכדה תמת נהיית חלק السماوات וחלק الأرض וכל אג'נאדיהם. וכל אג'נאדיהם, ויכול לו השמיים והארץ וכל צבאם. وهكذا أنهى الله خلق السماوات وأنهى خلق الأرض في اليوم السادس وكل أجنادهما لخول سبعان فيخول إلهيم بيوم هالشبيعي ملخص أشير عسى فيشبوت بيوم هالشبيعي مكول ملخص أشير عسى فيفارخ إلهيم إتيوم هالشبيعي فيكدش أتوكي وشفات مخول ملخص أشير برا إلهيم لا عصد. تتحدث هذه الفقرات من هذا الفصل في سفر التكوين عن دخول اليوم السابع من الخليقة، غير أن هذه الفصول تتكلم عن مسألة هامة، وهي أن اليوم السابع لم يشهد خليقة ولم يخلق فيه الله شيئا، ولذلك قدسه الله حسب هذه الفصول من التوراة في سفر التكوين، وأمر اليهود فيما بعد بأن يقدسوه ويعبدوه في هذا اليوم خاصة، ولذلك يعتبره اليهود حجة في تقديس يوم السبت. ويخل الشمايم بأرض بخول سفأم، وهكذا تم الانتهاء من خلق السماوات وخلق الأرض وكل أجنادهما. ويخال إلهيم بيوم الشبيعي ملخت أشير عسى ويشبوت بيوم الشبيعي مكول ملخت أشير عسى ويفارخ إلهيم إت يوم الشبيعي. وقدس الله اليوم يوم السبت وبارك الله يوم السبت. ويكدش أتو وقدسه ويكدش أتو כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות.